الاستاذ خالد يوسف عضو مجلس النواب. منور استاذنا. انت نسيت المخرج ولا ايه؟ كنت مخليها بعد الفاصل. الواحد مش متعود يقعد قدامك بصيغه المذيعين دي، بس انا ليا الشرف ان انا اكون بحاور حضرتك على الهواء مباشره. تسلم. عايز ابدا مع حضرتك بقى من المقدمه بتاعت البرنامج كنموذج عينه كده من الاخبار اللي بتشغل المصريين وهمومهم طول الوقت، واللي اكيد بيبقى لها صدى في البرلمان. واحد، ما حدث مع الاستاذ يوسف القعيد وفكره اطلاق اتهامات ازدراء الاديان والحديث عن خدش الحياء، رغم ان على فكره الاستاذ يوسف هنا هو قاعد استشهد بحضرتك وقال لو طبقوا القرار ده يحبسوا خالد يوسف الصبح. لا ده لازم. يعني في قضيه خدش الحياء انا قلت رايي، وقضيه ازدراء الاديان انا قلت رايي. وملخص الراي انه عندنا دستور وافق عليه المصريين باغلبيه عظمى، مقترب من 97% على ما اعتقد او 98%. الى ان تغيروا هذا الدستور التزموا به. ده كل كلامي في الموضوع. لكن نواب البرلمان في اللجنه لما حبوا يغيروا يلغوا الحبس 21% رفضوا الغاء الحبس. انا رايي ده امتهان للدستور. انت عندك نصوص غير دستوريه، وهنتكلم بعد شويه في قانون التظاهر اللي احنا بره صوتنا قلنا ده متصادم مع صحيح وروح الدستور ونصوص الدستور، وثبت ان كلامنا في ساعتها ان هو الحق. الان النصوص اللي ما غيروهاش ديت، سواء في ازدراء الاديان او سواء في قضايا النشر خدش الحياه العام والحاجات ديت، كلها متصادمه مع صحيح الدستور. الدستور قال كلام بشكل محدد، العقوبات السلبه للحريه في قضايا النشر والعلانيه على سبيل الحصر هي في كذا وكذا، الخوض في الاعراض، الحض على الكراهيه والتمييز والعنف. بس ما تجيش تحاكم الفنون. وبعدين الفنون والاداب، قلت رايي في القصه دي كلها، ما ينفعش تحاكم الفن اللي هو خيال بقوانين الواقع. يعني احنا كم مره شفنا بطل بيبوس البطل على الشاشه؟ كل مئات المرات، مئات المرات، ومحدش لا قال خدش حقيقي ولا ما اتخدش حقيقي من زمان جدا، من بدايات هذا الفن السينمائي. بس في ناس حقيقه يعني بتخدش بسهوله يعني. لكن حد اعترض على ان من يقبل فتاه في الشارع ده خدش الحياه؟ لا طبعا ده خدش الحياه. لكن في اطار عمل درامي، قصه حب او غيره، كنا بنقبل حكايه القبله ديت على اعتبارها جزء من الخيال الدرامي اللي هي بتتطلبها الحركه الدراميه اللي موجوده وخلاص، والموضوع بيعدي ما حدش بيلتفت ليه. اشمعنى بقى ايه احنا عمالين نسيب يعني تقريبا مشاكل الناس اللي بجد وعمالين نلتفت لكلام فاضي؟ يعني الناس مش لاقيه تاكل وانت بتناقش لا نجيب محفوظ كان المفروض يتحبس ولا ما يتحبس، رجل مات وشرف مصر ورفع قامتها ورفع علمها في كل المنتديات العالميه ويشاور ما يعني، هل يمكن تصور مصر من غير نجيب محفوظ ومن غير ام كلثوم ومن غير عبد الحليم؟ مستحيل. انت ممكن تتصورها من غير زعماء كثيرين، مش هقول لك وزراء، زعماء. لكن لو يمكن تتصورها من غير الناس دي. صح. فدلوقتي هي قضيتنا دلوقتي ان حاكم نجيب محفوظ كان ادبه مسف ولا كان خدش للحياة في وسط ناس عندك 20 مليون انا اطلقت عليهم بقوا تحت حد الكفر، و20 مليون تحت حد الفقر، والاسعار عماله تزيد، وانت يا نائب بدل ما تكرس جهودك في ان انت تعمل لهم تشريعات وتراقب الحكومه اللي هي في خدماتها اللي بتوصلها للناس، قاعد تناقش خدش الحياة ومش خدش الحياة. والله عيب. بس ليه مدخل تاني يا استاذنا؟ ده امر يتعلق بالحريه، والحريه اهم من الخبز زي ما اكيد حضرتك يعني ادرى مني. انا ما بقولش انا لا اتفه من موضوع نص القانون، انا بتكلم على النائب اللي اتحمق قوي وداخل يناقش القانون بالروح دي وبيدافع باستماته اكنه بينقذ واحد غلبان في الشارع، اكنه بينقذ قوت غلبان. يا عم دافع عن ناس دايرتك ودافع عن الغلابه اللي في دايرتك اللي مش لاقيين ياكلوا واللي مش لاقيين لهم شغل واللي بيقطعوا في هدومك وهدومي وهدوم كل نائب، ولما تيجي تناقش قضيه زي دي ناقشها بما يملي عليك الدستور. الدستور فيه املاءات دستوريه ما هياش هزار. عايزين ما تنفذوش الدستور؟ لو سمحتوا غيروا الدستور. طب غير الدستور. هل ممكن يتغير يعني؟ هتقبل لو البرلمان طالب
انه غير الدستور. انا قلت اللحظة اللي يقترب فيها البرلمان ويصوت مع تعديلات دستورية ساستقيل فورا. تستقيل من البرلمان فورا، واستقيل من الحياة السياسية تماما، ولن ادلي بدلو مرة اخرى. اللي هيقترب من هذا الدستور العظيم اللي هو الانجاز الاكبر بسبب ثورة 25 يناير و30 يونيو، هو الانجاز الوحيد تقريبا او الانجاز الاكبر في حياتنا، هذا الدستور اللي كان فيه قفزة نوعية للامام في ضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والضرائب التصاعدية ونظام الحكم، وعدم يعني فكرة كمان الحاكم المستبد. هذا الدستور يمنحها تماما بآليات محترمة جدا. كل الحاجات دي لو عايزين تتراجعوا عليها مع انها انجاز هذا الشعب وخدها اقتنصها هذا الشعب بتضحيات ودماء شهدائه، يبقى خلاص اشطبوا على الفترة دي كلها على بعضها بدستورها وابدأوا من جديد. بس حضرتك بتقدر على حق البرلمان في انه يعدل؟ مش ده حق للبرلمان؟ وانا قلت انا هسأمنعهم، انا قلت ساستقيل، لان ارادتي ليست هتبقى من ارادة هذا البرلمان، ولا هوايا هيبقى على هواهم، ولا انا هي ساعتها هبقى انا حاسس بالانتماء لهذا البرلمان. فمن حقي ساعتها نقول ان انا بستقيل، لان انا عارف الدستور عندما سيعدل اذا كان الدستور بهيئته الحالية وفي كل الضمانات ديت وبنركنه على الرف وبنلتف حواليه. الدستور قايل ضرائب تصاعدية بشكل حاسم، حتى هذه اللحظة لم تطبق. الدستور قايل بشكل حاسم امور كتيرة جدا في حتى في قانون التظاهر وفي غيره وفي غيره، ولا في قضية قانون الجمعيات برضو كلام حاسم. الدستور حلل لك كل المشاكل دي، ويلتفوا على القانون ويلتفوا على الدستور ويشرعوا تشريعات مناهضة ومناقضة لروح الدستور. فما بالك بقى ان هم كمان عايزين تقول لي هيغيروه؟ طب ما خلاص بقى، يبقى هو فاضل ايه بقى؟ فعشان كده بقول لك لو غير الدستور خلاص يبقى خلصت. طيب بعيدا عن هذه الموضوعات اللي ممكن تبقى نخبوية، تعال ننزل على الارض في موضوع الفراخ. دي قضية من القضايا، قضية بتعكس تعامل الحكومة مع ارتفاع الاسعار، اتهامات للحكومة بتربيح بعض رجال الاعمال، ازمة في الشارع لان الاسعار كلها غالية، منها كل انواع البروتينات سواء سمك لحمة. تمام. البرلمان فين بقى من هذه الازمات؟ انا ليس لي ان اتحدث عن البرلمان، انا اتحدث عن نفسي وعن تكتل 25-30. تكتل 25-30 وانا وبعض الزملاء تقدمنا بسؤال وطلب احاطة لرئيس الوزراء على فور صدور هذا القرار، وصرخنا باعلى صوتنا اعفوا لو سمحتوا ادونا رد على سؤالنا لمصلحة من بتلغي الجمارك عن استيراد الدواجن. بأمارة ايه؟ عندك ازمة في صناعة الدواجن، مفروض بدل ما تفكر تحلها، وحلها بسيط جدا وهي الضرب بيد من حديد على محتكري الاعلاف ومحتكري الدواء. ببساطة انت عندك صناعة وطنية، انت قلت في المقدمة فيها 2.5 لا هي فيها 5 مليون. على فكرة انا نائب دائرة فيها اكبر صناعة دواجن في مصر كلها، فاعلمها كويس قوي يعني ايه صناعه الدواجن. فانت بتتكلم عن صناعه تاثرت بشده من اول انفلونزا الطيور حتى هذه اللحظه، فبدل ما تساندها بتدمرها اكتر ما هي متدمره. الكلام اللي قال احمد الوكيل على عيني وراسي، لكن انا هرد عليه رد يا سيدي. خلاص ما دام هم قد كده مش مستفيدين، وقد كده المستوردين هيجيبوا الكيلو يا عيني بمش عارف كام و30 جنيه، وبيقولوا النبي الغوا علينا الجمارك لان حتى على الاقل نعرف ننزل الشحنات دي، خلاص ما يستوردوش ما دام هم مش مستفيدين كده. تعالى بقى اقول ان الفلوس اللي هي الدوله شالتها دي من عليهم اللي هي برضه بالمليارات، طب ما تيجي تشوفها ديت وتشوف تدعم صناعه تدعم الدواء ما تدعم الاعلاف. اقول لك الاحسن من دعم الدوله وان الدوله تخش بجنيه، تعالى شوف الاثنين اللي محتكرين صناعه الاعلاف سوري استيراد الاعلاف في مصر، اللي بيتحكموا في السعر بمزاج مزاجهم ومحدش بيقول لهم تلت التلاته كام. الحكومه عليها انها تيجي على الاثنين دول وتقول لهم الاسعار دي بامرتين، عمالين يعلوا السعر. انت عارف الذره والصويا العلف 6500 لا بقى ب 7000 سعادتك، ب 7000 وي، والتاني والذره مش عارف كان ب 1700 دلوقتي بقى ب 3000 يعني اسعار اتضربت في 3 اضعاف وساعات ضعفين. فين دور حكومة في الرقابة على الهامش الربح اللي هم بياخدوه كمستوردين؟ مفيش. فبدل ما فين قوانين منع الاحتكار؟ أمريكا اللي هي أكبر دولة رأسمالية في العالم عندها حاجة اسمها أنتي تراست لو، يعني قوانين ضد الاحتكار،
الرأسمالية المتوحشة اللي بيقولوا عليهم عندهم قوانين ضد الاحتكار، بأمرت ان في اتنين يتحكموا في السوق. طب انا بقول للدولة، طب يا ستي انت استوردي الفول الصويا والذرة، استوردي وخدي هامش الربح ده وانت وزعي على التجار بهامش ربح، والفلوس اللي بدل ما يستفيد بيها اتنين رجالة في مصر، عيلتين في مصر، استفيد انت بيهم بموازنة الدولة، صرفيهم على الغلابة والفقراء. يعني هل الكلام ده مش منطقي؟ منطقي جدا. طب انا عايز اقول لحضرتك السؤال ده ليه تفسير حضرتك الحكومه ما بتعملش كده؟ على فكره اللي ينطبق على ده ينطبق على حاجات تانية كتير. بقول لحضرتك حاجه، انا حتى هذه اللحظه يعني مش مندهش، ما بعد الاندهاش خلاص بدا يعني وبهت الذي كفر زي ما بيقولوا، يعني ما حاجات غريبه جدا. هو لما نقف ضد قانون القيمه المضافه ونقول لهم هيجيب لكم كام، يرد وزير الماليه يقول لي 32 مليار، واقول له طب ما تروح تطبق الضرائب العقاريه على الناس اللي عندهم فيلل وقصور تزيد عن 10 مليون وحط لهم كده ضريبه 100,000 جنيه في السنه، هتنجحهم صحيح بس مش هتموتهم زي ما هتموت الفقراء. هتجمع لك 100 مليار في السنه، ثلاث اضعاف الضريبه. هو ده كلام عايز مفهوميه؟ ما طبقوش ليه؟ ما تطبقش ليه لغايه دلوقتي الضرائب العقاريه على يعني الحلول بسيطه. نحن في مجلس النواب لم نعترض على قانون ولا على موازنه ولا على قرار جاي لنا في المجلس دون ان نطرح بديلا عمليا، ومع ذلك لا يستمع. وكان يعني انا لولا انني عارف هذا الرجل اللي اسمه رئيس الوزراء، اعرفه كويس جدا واعرف وطنيته واعرف كمان شرفه، كنت قلت في ايه اللي بيحصل. يعني انا لا اشكك في وطنيته ولا شرفه، لكن في فعلا قرارات انا بجد يعني مش من بقول لك ما بعد الاندهاش. انا عايز اوصل مع حضرتك بقى للنقطه قبل كده للوصول لمرحله الاندهاش وما بعد الاندهاش. تصورك عن السياسه قبل البرلمان كان عامل ازاي، وبعد ان كشف الستار اذا كان كشف الستار يعني شفتها عامله ازاي؟ لا انا كنت يعني برضو برغم ان كنت بمارس العمل السياسي عن قرب مش بشكل فاعل قبل 25 يناير، الا انا ما كنتش داخل في قلب الصراعات قوي، يعني كنت بره الصراعات بقول رايي، هو بيعتبروه فنان بيقول رايه في فيلم فبيفوته. لما دخلت في مطارق السياسة وبدأت أتكلم كلام هو يتصادم ممكن يكون مع مصالح ناس بعينهم، أنا ذكرت مثلا اثنين منهم دلوقتي، ونسيت أقول لك على فكرة صناعة الدواء، استيراد الأدوية بتاعت الأدوية، ثلاث أرباع الأدوية برضو محتكرها واحد أو اثنين في مصر، وخد بالك من حاجة، وبتدخل دون رقابة حقيقية من الرقابة على الدواء، بتدخل بدون مادة فعالة. فالدواجن بتاخد الادويه والنافق فيها بيزيد عن 15% في الدوره العاديه، لا في الشتاء بيزيد عن 30-40%. ارجع لك انا كنت بقول ايه، معلش بعد ما كشف الستار كنت مشتبك بس مش بشكل يعني دلوقتي بقيت اشتباكي يعني يعني الوقوف ضد مصالح ناس. لما كنت بتقول وانت على البر او بيعتبروه راي فنان فبيفوتوه كده، هو قال كلمتين وخلاص مش فيه تنفيس على راي محمود المليجي في اسكندريه ليه. لكن لما تخش بقى معترك السياسه وتبقى عضو برلمان وعندك تكتل كمان، تنتمي لتكتل وكلامك يكشف وكلامك ممكن يعور وكلامك ممكن ينبه، بتلاقي المساله اتحولت لحرب حقيقيه وصراع قد يودي بيك شخصيا، يعني من اول الاغتيال الحقيقي للاغتيال المعنوي لحرب تشويق، كل الاسلحه تستخدم. فانا ما كنت بقرا نزار قباني لما كان بيتكلم عن رايه في السياسه لما قتلوا بلقيس، كنت بعتقد ان هو شاعر مبالغ وان هو كان متاثر بموت زوجته او اغتيال زوجته، فقال الجمله اللي هي سأقول أن عفافنا عهر وتقوانا قذارة وأن نضالنا كذب وأن لا فرق ما بين السياسة والدعارة. لما قال كده قلت متأثر بمقتل زوجته، لكن اللي أنا بشوفه لا، ده السياسة فيها خطايا أنا ما كنتش أتخيل أنها موجودة فيها، وفيها خطوط يعني تجاوز الخطوط الحمراء. يعني احنا عندنا في الفن مثلا، ما كنت بشتغل في الفن، ايه حجم الصراعات؟ يعني كلام فاضي، كلام كله سلطات، لكن هناك في السياسه لا، كلام ما فيش سلطات، فيه من كورس على طول. يعني الكلام ضرب يعني ضرب وضرب تحت الحزام، ممكن يعني ضرب في القلب وفي الظهر وفي كل حاجه. يعني طبعا ما كنتش اتخيل انها فيها حجم من يعني من لا اخلاقيات كده. اوقات بتفكر تتراجع بعد هذه الخبطات؟
لا الخبطات ما بتخلينيش اتراجع خالص. ده بتخليني اعند يعني اي يعني لما عملوا الحمله ضد هيثم ومن قبلها فيا ودلوقتي بيعملوا حمله على احمد الشرقاوي هم ماسكيننا واحد واحد يعني. ده بيزيدنا لا ده احنا ماشيين صح واحنا بنوجعهم عشان كده بيعملوا الحملات دي. وما دام احنا بنوجعهم يبقى احنا مؤثرين يبقى لا استمر يا لا تتخلى اوعى تتخلى لان على غياب بقى الشعب ده ملوش حد. فاحنا موجودين حاسين بنشعر بكده وارجو ان اكون ما اكون واهمين يعني بنشعر ان محدش بيدافع عن الشعب الحقيقي اللي في الشارع تقريبا غير مجموعتنا ولا احتكر الوطنيه ولا اقول لك ان التانيين ما بيدافعوش عن الشعب هم بيدافعوا عن الشعب من وجهه نظرهم ان احنا بندافع عن الشعب من وجهه نظر اخرى ونعتقد انها هي اللي بتصب في صالح الناس بجد. هم مين بقى؟ مين اللي قام بحمل عليك وعلى هيثم حريري؟ لا خد بالك حاجه لا يعني لازم تفرق ما بين لما اتكلم على البرلمان واغلبيته واقليته والصراع اللي موجود. ويعني عايز اقول لك انه في احترام شديد جدا بيننا وبين الاغلبيه برغم كل الهجوم اللي بيحصل جوه الجلسه وده موجود في كل الديمقراطيات العالم. يعني عندنا زعيم الاغلبيه محمد السويدي صديقي جدا من قبل البرلمان بسنوات والنهارده مثلا وقف معانا في قضيه الدواجن واجتمع بس مش بصفته كمان بصفته رئيس اتحاد الصناعات مع رئيس الوزراء النهارده يعضد من موقفنا اللي احنا صرخنا بيه وبنطالب رئيس الوزراء بالغاء ففي نوع من التفاهم الى حد ما بينا وبين الاغلبيه ولكن احنا على طرفي نقيض على طرفي نقيض ليس في المقاصد. هم يقصدوا صالح الوطن ونحن نقصد صالح الوطن هم نحن نقصد صالح الناس وهم يقصدوا صالح الوطن. حركة لكن طريقة استهداف استهداف ده من مين؟ ايوه بس انا رحت انت خالط ما بين الحاجتين فحبيت اوضحها. تمام معلش مش عايز حد مش عايز لبس. اما الاستهداف هم اصحاب المصالح اصحاب المصالح دول هم اللي يستهدفوا الناس اللي عايزه تستعيد ادوارها اللي كانوا لهم ادوار كبرى في ابان النظام اللي فات النظام اللي فات سواء السابق او الاسبق دول اللي بيستهدفونا. ممكن بعض الناس اللي ممكن يكونوا موجودين منهم في مؤسسات دوله شايفين ان اللي عملوا 25 يناير دول لازم يتعاقبوا. خد بالك ان في جوه الدوله العميقه ناس شايفه ان 25 يناير دي لازم كانت المفروض يتذبحوا اللي عملوه برضه. ده دول برضه مجموعه من اللي بيوجهوا سهام يعني ما تقدرش تحدد حد محدد يعني. في ناس مستغربه وجودك في 25 30 لان الناس شايفين من المؤسسين يعني الناس شايفين ان انت طول الوقت بجوار الرئيس مؤيد للرئيس طول الوقت داعم جدا واحد من صناع 30 يونيو بشكل او باخر والاخوان المسلمين دايما يحملوك مسؤوليه. الجرافيك بتاع المظاهرات في جرافيك اصلا انت بتقول كلام اصلا يبتزع من سياقه وهبقى افكرك ان الجمل اللي انت قلتها لا انا بقولك يبتزع من سياقه. انا عارف ان حضرتك بتقول يعني في الاخر وبعد كل يعني كل الاطراف يا اما المؤيد شايفك مناصر وقوي جدا في دفاعك عن 30 يونيو وعن الرئيس وما ادارة واللي ضد لا شافوا ان انت صانع بس من زاويه ثانيه. الناس كانت متوقعه انك لما تبقى في البرلمان هتبقى واحد من يدعم الرئيس وطبعا هو عايز تقول ان 25 30 ما تدعمش الرئيس و لا لا خالص بس طول الوقت بتعارض احنا بنعارض الحكومه احنا هو في فرق في فرق طبعا في فرق ضخم. انت دلوقتي انت بتستخدم صلاحياتك الدستوريه انت صلاحياتك الرئيس منتخب انت منتخب انت لا تحاسب الرئيس انت تحاسب الحكومه اللي انت اديتها الثقه. هو انا اديت الثقه كبرلمان للرئيس ولا الشعب اللي اداله الثقه؟ من يحاسب الرئيس هو الشعب لان هو اللي انتخبه. واخد بال حضرتك؟ زي اللي يحاسبني من انتخبني. مين مسؤول عن السياسات اللي بتنتهجها الحكومه؟ المسؤول رئيس الحكومه بدرجه طبعا اعلى راس النظام بلا شك. واحنا لما بنهاجم الحكومه بنستنجد بالرئيس اقول له الحق حكومتك بتعمل حاجه كارثه. الحق حكومتك هتعمل كذا. يتضامن معاهم احيانا ويتضامن معايا احيانا ويلغي قرارات احيانا ويعمل ده برضه بيمارس حقه في اداره البلاد من وجهه نظره. وجهه نظره دي تيجي على مزاج النهارده ما تجيش على مزاجي بكره. مانيش متطابق مع حد في الدنيا ولا ممكن اكون انا متطابق مع حد ولا انت ممكن تبقى متطابق مع حد. انا طول الوقت عندي وجهه نظر بقوا اعملها فبتطلع القرار ده في صالح البلاد والعباد وتطلع القرار ده في ضده. صحيح. في حد تاني يرى نفس الامر فيلاقيه عكس ما انا رايت. لا انا بقى صادر على ما كل ارائي صائبه ولا بقول انا دايما اقول رايي صواب يحتمل الخطا وراي غيري خطا يحتمل الصواب. احنا بنمارس صلاحياتنا اللي ادهنا الدستور.
فكرة ان انا واحد من مش صانعي بقى، واحد من المشاركين في 30 يونيو واللي حضروا ليها ضمن ملايين المصريين، مانيش واحد من 15 واحد يجهزوا ال 30 يونيو. انت صورتها اكنك لا انا 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 بقول بنقل على السنه الاطراف المختلفه من هم لحضرتك. ما انا هرد اهو، ما انا بقول لك انا واحد من ملايين اعدوا ل 30 يونيو، زي ما كنت واحد من ملايين اعدوا ل 25 يناير، وليا الشرف للانتماء ل 25 يناير، وليا الشرف ان انا منتمي ل 30 يونيو ده خالص، وانا واحد من اللي طالبوا بترشح السيسي. كل ده ما يمنعش ابدا ان انا الاقي سياسات خطا اقول سياسات خطا. طب انا بحب جدا شريف اسماعيل وبحترمه جدا واثق في وطنيته واثق في رجعت عقله، بس بعرضه ده ما يقللش منه اي حاجه. يمكن انا بطلع اللي غلط، يمكن انا رايي اللي غلط، لكني رايي اللي نابع من يقيني ومن تفكيري ومن ضميري بيقول يا ريس قرارك بالقيمه المضافه كان خاطئا، قرار رفع اسعار البنزين في الوقت ده كان خاطئا، قرارك بالقرض من صندوق النقد الدولي والانسحاق لما قرره صندوق النقد كان خاطئا، قرارك في الدواجن احفاء الجمارك من على الدواجن المستورده كان خاطئا. هذا رايي، وانا اعتقد انه المهندس شريف اسماعيل بيقدر هذا الدور. ومره يعني بدعابه كده بيقول لي خف، فبقول له يا فندم ده احنا الصوت اللي موجود في المجلس المعارض، طب تخيل انت شكل المجلس لو احنا مش موجودين. فبس كده وتخيل، قال لي صدق عندك حق، لو انتوا مش موجودين فعلا هيبقى في ايه؟ هيبقى في صوت واحد. الصوت الواحد على فكره مناقض للديمقراطيه. لو تكاتل 25 30 مش موجود، افترض كده انه مش موجود، استقال بكره الصبح. لا هو السؤال الثاني، انتوا عملتوا ايه؟ لا اهم اهم من ان انتوا يعني انا موجود وانا بطلع كمعارض، بس في الاخر انا مش مؤثر، انا لا امتلك الاصوات الكافيه ولا انا ما لا بص اقول لك حاجه، انا ما ادعيتش ان انا مؤثر، لكن ادعيت ان انا قلت ما يملي علي ضميري، انحست للناس، ادعيت ان انا اقليه داخل المجلس ولكني امثل الاغلبيه في الشارع، ما ادعي وقد اكون خاطئ. ولكن برضو ما عارضناه قد اثر. لو عايز بقى تقر الحقيقه يعني قرار الدواجن ده هيتلغي خلال ساعات او يمكن واحنا على الهواء تسمع قرار انه اتلغى، ده بسبب معارضتنا من اول ثانيه بيه، ما قلناش ان احنا لوحدنا، ما فيش في دعم مصر ناس عرضت القرار. القانون الجمعيات نفسه اعادته للمداوله مره اخرى، احنا اول من صرخنا وقلنا هذا القانون ظالم وهيؤمم العمل الاهلي والاجتماعي والمدني الى اخر الكلام ده، واستجابوا جزئيا وصلحوا بعض الحاجات في القانون. صحيح ما استجابوش لكل ارائنا، بس اهو بنعمل حاجه، يعني بنصلح اي يعني صوتنا لما بيعلى باعتراض ما وبيدرس يمكن يحرك حاجه. يا جماعه ما احنا انا لو عندي الاغلبيه ابقى مسؤول عن كل ما يحدث. انا ما عنديش الاغلبيه فعشان كده انا بريء من كل ما يحدث، لكن بساهم فيه بجهد ما في تصويب الاخطاء عن طريق ان انا بنتقد الاداء الفلاني وببين عواره، فساعات بيستجيبوا ساعات ما بيستجيبوش. انا بقى انا لا اتحمل مسؤوليه ساعتها، استجاب هو له الفضل وانا لي الثواب، ما استجابش هو عليه الذنب وانا لي الثواب. ايه الفرق بين المعارضه اللي بيؤديها 25 30 تحت قبه البرلمان والمعارضات او كتل المعارضه المختلفه على مدار البرلمان المصري، سواء الاخوان في لما كانوا 88 في 2005، الوفد في وقت من الاوقات؟ اقول لحضرتك حاجه، اولا فرق ضخم جدا. معارضة الإخوان كانت معارضة ما كانتش من أجل صالح البلاد والأباد، كانت معارضة من أجل كانوا يدعوا إن هم بيعملوا صالح البلاد والأباد، لكن في النهاية كانوا يكرسوا لتنظيمهم كيف يمكن أن يحكم البلاد ويسيطر أكثر إلى آخره، فما كانش هدف وطني أصلا. أما المعارضات الأخرى اللي من عصر مبارك من سنة 81 لسنة 2010 تقريبا، كانت معارضة تقريبا شكلية، وده ما يزعلش حد مع إن كلهم أصدقائي يعني. المعارضه اللي كانت بتعارض نظام مبارك كلهم اصدقائي واساتذتي، لكنها كانت معارضه شكليه 100% لدرجه انها كانت تتهم كمان بالتنسيق، انت هتقول كذا بس والنبي صوتك ما يعلاش هنا قوي يعلى في الحته الفلانيه، كانت المساله كانت بتترتب تقريبا، فكان ديكور. احنا الان بنتكلم على دستور جديد يمكننا ان احنا بكره الصبح نصبح الاغلبيه فنشكل الحكومه، لو بتتكلم على تحول ديمقراطي حقيقي. صحيح ما احناش ماشيين في تحول ديمقراطي حقيقي، بس احنا بنتكلم على اصل الاشياء. فاعتقد ان المسارين مختلفين. التطور الديمقراطي الحقيقي ده تحول الديمقراطي او التحول الديمقراطي ده محتاج ان حضراتكم تكونوا منتظمين في تنظيمات حزبيه مثلا،
ان يكون لديكوا الاجتماع. انتوا كمان محتاجين تمشوا في تحول او في التطور بقى الطبيعي، ان انتوا يكون لديكوا ظهير حزبي، لكوا وجود في الشارع، لان الناس شايفه ان ممكن يكون تكتل 25 30 يعني. هم مجموعه شباب عندهم حماس او نواب عندهم حماس، هو ادائهم تحت القبه بهذا الشكل وبهذا البريق بس، لكن بره وفي الشارع، وده كلام قيل على هذه المنضده ومن وفي حضور عدد من لو خمسه، لا انزلوا الشارع هتشوفوا مين اللي بيأثر. لا لا يعني اسمحوا لي، اولا احنا ناجحين كتكتل 25 30 في التواصل مع الناس اكتر من اي حته ثانيه، اكتر من اي حد ثاني. النواب بتوع 25 30 كلهم ناجحين بدراعهم، بدراعهم بجد. يعني تتكلم على احمد طنطاوي ما صرفش 3 جنيه في الحمله بتاعته ونجح، تتكلم على احمد الشرقاوي، وتتكلم على هيثم الحريري، دفع على راس الناس دي ملايين عشان يسقطوهم وما سقطوش، والناس جابتهم باختيار شعبي حقيقي. لهم كان عندهم سطوه المال ولا سطوه العائلات المتحكمه في مصائر البلاد والعباد، ولا كان عندهم سلطه بسنداهم ونجحوا، وما زالوا متواصلين مع الجماهير، وما زالوا يكسبوا. يعني ما زال تكتل 25 30 يكسب كل يوم مصداقيه لقطاع بيوصل له، سواء عن طريق جولاتنا اللي احنا بنعملها على الارض، او عن طريق الاعلان، او عن طريق ادائنا اللي في البرلمان اللي هم مصرين لا يظهروه في بث علني. انا بطالب وطالبنا بشكل رسمي وعلني، وبطالب من المره ال20 اعملوا بث مباشر وانتوا تشوفوا مين من يمثل الشعب المصري. هم مش عايزين يعملوا بث مباشر عشان ما يشوفوش مين اللي يمثل الشعب المصري. لو هتعمل بث مباشر النواب نفسها ادائها هيتغير، اللي بتعارضنا في البرلمان دي واللي واقفه وقفنا بالمرصاد كل ما نتكلم كلمه نهاجم الحكومه فتقوم تدافع عن الحكومه كانها هي الحكومه، هيتكسفوا امام ناخبينهم. لكن هم عارفين ما فيش بث مباشر فمتداريين في قاعه. انا نفسي كده في بث مباشر كي يعتدل اداء النواب، لان لا رقابه على النائب غير ربنا وشعبنا اللي انتخبه. وبالتالي انت لو عملت بث مباشر اداء البرلمان ده هيتحول على الاقل بنسبه 30 40%، هيتحسن، والناس هتدافع عن مصالح الناس الحقيقيه اللي في الشارع بجد، وهتدافع عن بؤس ويأس الناس، وهتحاول تجيب لهم حقهم. لانهم لكن طول ما هم متداريين في قاعه مغلقه لا تبث الجلسات، بيحاولوا يمشوا، نحاول نمشي المركب وخلاص. طيب اسمح لي اخرج فاصل وارجع لثلاث معارك كانوا مهمين جدا لحضرتك تحت البرلمان. ماشي. اهلا بحضراتكم من جديد، عدنا ويشرفنا النائب والمخرج الاستاذ خالد يوسف. اهو في الفاصل ده قلنا المخرج. قلنا بقى قبل الفاصل نتكلم عن ثلاث معارك حطوهم تحت قبه البرلمان، كانت اولهم الخدمه المدنيه سواء في مراتها الاولى او الثانيه. الى اي مدى حضرتك صدر هذا القانون حضرتك راضي عنه؟ لا راضي بنسبه 10%. 10%؟ يعني حتى 20% دول ليه؟ لانه مش لطبيعه القانون نفسه، لطبيعه انت المفروض تعمل اصلاح اداري ومؤسسي، اصلاح هيكلي عشان تحارب الفساد الاداري والمؤسسي اللي موجود في الدوله، تحط اسس وسياسات هذا الاصلاح، تقوم تقول ايه المفروض بقى نعمل قانون ازاي بقى عشان بعد ما نصلح ده كله يظبط الاداء ده. لكن انت بتحط برضو تاني العربيه قدام الحصان، بتعمل قانون معتقدا انه سيصلح الحال. طب القانون اتطبق، هل الفساد الاداري المؤسسي عارف يعالجه؟ ولا هيعرف يعالجه لو قعد 100 سنه. لانك انت النسق نفسه مهترئ، النسق نفسه اسباب عيوبه جواه، السوس جواه، فانت ما عالجتش السوس. انت بتعمل كفر كده، جايب لي قانون بيطبق في بلاد متقدمه جدا ما فيهاش اصلا اي خلل اداري ولا مؤسسي. ففعلا القانون ده في بلد ما فيهاش ده ممكن يبقى كويس قوي. لكن انت ما عملتش اي اصلاح وجاي تطبق القانون. وبعدين فيما يتعلق بقى بقضايا جزئيه بقى مش هنرجع نتكلم فيها، موضوع الترقيات وموضوع التسويات كلها غير عادله، غير عادله. يعني لما تيجي تتكلم على ما حطتش اي اسس غير للمسابقه، يعني التعيينات بايه؟ بمسابقه، ما فيهاش اي امتياز للاجابه العلميه. يعني لو معايا دكتوراه انا بتقدم انا وانت اللي معاك، طبعا انت اللي معاك دكتوراه. ساعتك معاك دكتوراه وانا معايا بكالوريوس، احنا الاثنين بنتقدم زينا زي بعض، مفيش اي حاجه، واللجنه بتختبرنا وتنجحنا انا وتسقطك انت.
يعني حتى الدرجه العلميه نفسها والتقدير العلمي مش معمول حسابه، مش معمول حسابه، ولا ان انت واخد امتياز وانا واخد مقبول ويقبلنا انا وما يقبلكش. يعني انا لو اتكلمت في تفصيل هاخد الحلقه كلها، فعايز اقول لك انا بس ليه بسال ده تحديدا؟ لان القانون ده كان للمعارضه فيه ظهير شعبي كبير في الشارع، والناس كان عندها استعداد تخرج في مظاهرات ترفض هذا القانون، ومع ذلك القانون عدى. القانون عدى لان الاغلبيه ارتأت انها مش هقول لك ضحكت على الجماهير، لكن عملت المنظر اللائق امام جماهيرها بانها تصدت واسقطت القانون اول مره. عندما عاد بتعديلات طفيفه قالوا اه والله بقى كويس قوي. يا جماعه كويس قوي ايه اللي اتغير فيه من المره الاولى للثانيه؟ كلام تقريبا شكلي ولا يرقى ان انت تقول عليه حتى تغيير، كما حدث في قانون الجمعيات. فوافقت عليه المره دي ليه؟ ما حصلش اي تغيير جوهري فيه، ولا في الكونسبت ولا في روح القانون، ووافق. القانون ده انا رايي ظالم لصغار الموظفين، وينزل لك على طول كده بجره قلم 2-3 مليون من موظفي الدوله تحت حد الفقر على طول. طيب انقل على المعركه الثانيه، هي واحداثهم كانت الجمعيات. الجمعيات الاهليه قانون ايضا له صدى كبير جدا من المعارضه في الشارع، ومع ذلك ده مش بس الشارع، ده الحكومه نفسها ضد على ما يبدو يعني غير موافقه على هذا القانون، ومع ذلك عدى القانون. انا هقول لحضرتك حاجه، انا قلت كلام وانا بكرره مره اخرى، القانون راح لرئيس الجمهوريه، واحنا نشدنا رئيس الجمهوريه بعدم اقراره واعادته للبرلمان لدراسته مره اخرى، لكن لو الرئيس لم يستجيب واقر القانون كما هو وصدر به قرار جمهوري بالقانون، انا عايز اقول للحكومه واقول للبرلمان واقول للقائمين على الدوله، تعالوا السنه الجايه زي دلوقتي نحسب كام وكام جمعيه خرجت من العمل الاهلي والمدني. هتلاقي على الاقل 30% خرجت، هتلاقي على الاقل مفيش واحد زياده دخل. احنا كل سنه بيزداد اعداد الناس المتطوعين اللي داخلين يعملوا عمل مدني وعمل اهلي وعمل تطوعي. ولك ان تعلم برضو السادة الجمهور العزيز، اعتقد انه لامس ده في الاحياء الشعبية وفي القرى، تقريبا 30% من الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية بيقوم بها المؤسسات المجتمع المدني الجماعات الاهلية. فانت شايل عبء عن الدولة اللي مش قايمة بدورها في حتة محددة نظرا لضعف امكانياتها او نظرا لاهتراء جهازها الحكومي، ما لناش علاقة. المهم ان فيه انت قايم بجهد حقيقي المجتمع المدني عامله في اطار الرعاية والتنمية. فانت بهذا القانون بتخرج قطاعات واسعة جدا من الجماهير من الرعاية، بتخرج قطاعات واسعة من الناس المشتغلة بالعمل التطوعي، كلها يخاف على نفسه ان العقوبات غريبة جدا وقاسية جدا والتعقيدات البيروقراطية. فدايما يقولوا لي طب انت يعني الناس اللي ماشية مظبوط هتخاف من ايه؟ يا عم انا ماشي مظبوط وبعمل كل حاجة، وحصل اي خطأ اداري بلاقي نفسي، ممكن الاقي نفسي في السجن بكره، وانا داخل اصلا مستهدف خير ومستهدف يعني اعين الغلابه. فهقول لك طب انا عليا بايه؟ انا ليه هدخل في حاجه الاقي نفسي محبوس؟ فانت مفروض المجتمعات كلها او الدول كلها بتتجه لشراكه ما بين المجتمع المدني وما بين الحكومات في خطط التنميه، مش في الرعايه بقى والتوعيه وبس. ومع ذلك انت دلوقتي بتعمل القانون المناقض لهذه الروح السائده في العالم. اول ما تشجع بتنفر. اوقات احنا كنا بنفهم كمواطنين يعني ان ممكن تكون الحكومه بتضغط على قانون معين، ان ده جزء من برنامج لدى الحكومه، دي وجهه نظر الحكومه. هذا القانون كما اعلن هو من صميم صنع البرلمان. ما اقدرش اقول من صميم صنع البرلمان، هو مجموعه من النواب هم اللي اقترحوه. والأغلبية في البرلمان اللي هي أغلبية دعم مصر اللي هي ائتلاف دعم مصر وافق عليه، فهو من صنيعة الائتلاف ده، بغض النظر بقى عن كل الأقاويل اللي تتقال، ده صنيعة جهاز من أجهزة الدولة هو اللي دفع بيه عن طريق النواب. أنا لا أستطيع أن أؤكد ده ولا أنفيه، لكن أنا اللي ليا اللي يتحمل في رقبته تاريخيا هو من قدمه اللي هو النائب عبد الهادي القصبي، ومن وافق على هذا القانون. وهنعرف نتاج هذا القانون، وهتعرفوا زي ما قلنا كده التظاهر مش دستوري من سنتين او 3 سنين، وما حد كلهم قالوا علينا ان احنا ناس بنخرف. انا بقول لحضرتك ان هذا القانون سيضر بالعمل الاهلي والعمل الاجتماعي في مصر والعمل التطوعي، وهينفر ناس كتير جدا، وهو ضرر بالغ للدوله المصريه. على ذكر ان البعض بيقول ان في اجهزه دافعه بهذا القانون الى البرلمان، هل هناك اجهزه بالفعل تحرك بعض الامور في البرلمان؟
لا انا ما عنديش اي شواهد اقدر احطها يعني ما عنديش اي دلائل سوري ما عنديش اي دلائل حاطط ايدي عليها، لكن اما فجأة القانون طريقه معالجه القانون ومهابطه الينا كده ذات ليل في غفله مننا، في ثانيه القانون بيتناقش، في ثانيه القانون اقر، ما تلحقش حتى تقراه، قسم بالله ما استطيع ان اجزم لك ان ال 600 برلماني اللي في مصر ما قروا القانون من الجلده للجلده غير عده افراد، ما تلحقش ما تلحقش. يعني احنا معرفنا انت لا تتخيل، وصلنا الليل بالنهار عشان نقرا القانون ونطلع الحاجات اللي فيه، احنا كتكتل 25 30، في ناس كتير في البرلمان مش مهتمه الاهتمام ده، انها تقعد ليل ونهار تقرا تفاصيل القانون وتطلع عيوبه، بتعتمد على ان الاغلبيه درست والاغلبيه عارفه مصلحه البلد وبترفع ايديها وخلاص. فيعني طريقه اقراره عليها 100 علامه استفهام، طريقه اصلا مناقشه بنوده عليها مليون علامه استفهام. بعيدا عن القانون ده بشكل عام، انا كان سؤالي بشكل عام في البرلمان، هل هناك اجهزه بتحاول التدخل في عمل البرلمان بتدفع؟ عندي دلائل، لكن الـ يعني دائما كده ايه، زي ما تلاقي دايما في ايادي ما انت ما تقدرش تشوفها لكن بتشوف شواهدها. في ايادي ما معرفش يعني يبدو، يعني انا لا استطيع ان اؤكد، بقول لك ولا استطيع ان انفي، بس الطرق ساعات طرق اقرار القوانين وطريقه التربيطات اللي بتحصل بتخليك تحط علامه استفهام. استاذنك نشوف جزء كده من رد حضرتك على بيان الحكومه ونرجع نتكلم عنه. انا اللي محتاج 5 دقائق وانا محتاج 3 دقائق، برغم ان النائب خالد شعبان اتنازل لي وبرغم ان حقي ان انا اتكلم 5 دقائق، انا مش هتكلم غير دقيقه. هناك ثوره قامت في 25 يناير 2011، وكانت موجتها الاعظم في 30 يونيو 2013، وهناك دستور اقره المصريون في 2014. اقسم بالله ان هذا البرنامج لا يمت بصلة لا للثورة ولم يشمها، ولم يشم اهداف الثورة ولا مبادئها ولا حتى دماء شهدائها. واقسم بالله ان هذا البرنامج لا يمت لهذا الدستور باي صله، لا بنصوص ولا بروحه ولا بمواده. هذا البرنامج لا يعرف شيئا عن الفلاح المصري ومأساته، ولا العامل ومراراته، ولا المرأة ومعاناتها، ولا الشباب واحباطهم، ولا العاطلين منهم ويأسهم، ولا حتى المعاطين وحقوقهم. الأهم إنه لا يعرف شيئا عن قسوة المرض وقهر الفقر. باختصار، هذا البرنامج لا يمت لأشواق المصريين في دولة العدالة بصلة. هذا البرنامج لا يمكن أن نسميه برنامج لأن الفكرة به غائمة، غائبة، والانحيازات تائهة، والأولويات مرتبكة، والآليات معدومة، والخيال فقير. هذا البرنامج استنساخ أرض من برامج ما قبل حكومات ما قبل الثورة. هناك في الحياة معارك تخسرها وتشعر بالرضا انك خضتها. اعرف اني خاسر لهذه المعركة اذ ان المجلس قد يتجه للموافقة، ولكن اقول وكل فخر اني ارفض بيان اني ارفض بيان الحكومه والفكره غائمه والانحيازات تائهه والاولويات غائبه والخيال فقير. ايوه. واشعر بالفخر وانا بقول ارفض بيان الحكومه. هذا الاداء البرلماني الراقي اوقات بتحس انه بيصيبه الاحباط لما بتجد انه ولا قانون من القوانين اللي انت كنت عايز تصدرها صدرت، ولا تعديل من اللي كان نفسك فيه يتحقق. طبعا بتشعر باحباط بلا ادنى شك، بس الاحباط ما بيوقعناش في الياس. اهم حاجه ان احنا ما نيأس. ما زال رايك في برنامج الحكومه زي ما هو كده؟ زي ما هو، لان ده اسوأ. يعني اسوأ يعني ما حدث على ارض الواقع، يعني احنا قلنا في شهر 6 الكلام اللي حضرتك سمعته ده. انه لا يعرف شيئا عن الفلاح ولا مأساة العمال ولا يعرف حاجة. البرنامج ده ما بيعالجش لا الفقر ولا المرض ولا الجهل ولا ما بيعالجش حاجة خالص. ده كلام شوية انشا اتقدموا لنا زي برامج اللي كانت بتتقدم ما قبل ثورة 25 يناير. طيب بعد 6 شهور بقى من تنفيذ هذا البرنامج، احوال المصريين اخبارها ايه بقى؟
حد بقى يجاوبني من الشارع المصري بقى مش من البرلمان. الشارع المصري دلوقتي كل وانا قلت الكلام ده وبقوله هفضل اقوله ان في بسبب قرارات الحكومه في الست شهور الاخيره في 20 مليون كانوا تحت حد الفقر نزلوا تحت حد الكفر، وفي 20 مليون كانوا في الطبقه الوسطى نزلوا تحت حد الفقر. يعني في عندنا 40 مليون دلوقتي مش عارفين يمشوا حياتهم. الموظف اللي كان بياخد له 3 4000 جنيه كان عايش الى حد ما عارف يدبر حاله، الان القيمه الشرائيه بتاعتهم نزلت النص والاسعار زادت للضعف، فدلوقتي سعادتك ال 1000 جنيه بقوا يساوي 500 جنيه عنده. صحيح. وبالتالي الناس كلها افتقرت بسبب هذه القرارات. هل الحكومه عملت قرارات زي ما هي كانت عارفه ان القرارات دي اكيد هتضايق الناس وعارفه ان القرارات دي هتعسر حياه الناس؟ فين بقى القرارات الاخرى اللي هتسهل حياه الناس؟ هل مظله الحمايه الاجتماعيه مثلا امتدت لقطاعات اوسع؟ هل انت عملت حسابك الناس اللي وقعوا تحت حد الكفر دول اللي بقوا كفرانين خالص بقى من هتلحقهم ازاي باكسجين سريع بقنبله اكسجين سريع كده، ولا ما خدتش بالك منهم؟ ولا ما خدتش بالك ان الناس تزحف على بطونها كي تاكل؟ كل ده زي الفل. البرلمان بقى صابر ليه على الحكومه اذا كان ده شعور لدى بعض نواب البرلمان؟ والله ده شعور تكتل 25 30 ولا استطيع ان اتحدث عن احد. ما تحدثتش بطلب سحب الحكومه، يعني بيان عاجل استجواب للحكومه. احنا كل يوم لا استجواب على الف، يعني احنا بنقدد تقريبا كل اسبوع استجوابين وكل اسبوع 10 طلبات احاطه. بتروح فين بقى الحاجات دي؟ بتخش في دورها ويقول لك ده في 300 استجواب لسه دورك ما جاش، وفي طلبات احاطه لسه ما اعرفش ايه، او ساعات يرد لك على طلب الاحاطه بجواب من رئيس الوزراء او من الوزير المختص طلب الاحاطه اللي انت متقدم بيه، زي مثلا موضوع الادويه بتاعه الفراخ او بتاع، يرد عليك بكلمتين لا يغنوا ولا يسمنوا من جوع، والموضوع هترد عليه رسميا اهو طبقا لاليات الاليات المعروفه في البرلمان. في عارف المحاوله ان كل حاجه تتدرمغ كده يعني. ليه؟ والله العظيم لازم يسالوا هم ليه؟ ان شاء الله بتسال. انا ما عنديش يعني أجابة. ليه اشعر ما اعرفش اذا كان صحيح ولا لا، ان حضرتك عندك تصور ان البرلمان ده بيحمي الحكومه دي، هل ده صحيح؟ ولو بيحميها بيحميها والله ليه؟ هو حتى زي اللحظه هو حميها طبعا، مش عايز كلام، لان هو اللي عايز يحاسبها كان يحاسبها، واللي ما حاسبهاش ليه على اي حاجه من اللي حصلت. القرار الاخير ده اللي المفروض يتراجعوا عليه بتاع قرار الفراخ، هل هيمر بمحاسبه ولا من غير محاسبه؟ هل المفروض يجي مش يعني لو هو تراجع فيه رئيس الوزراء النهارده، مش مفروض على البرلمان يقول له اتفضل يا سيد رئيس الوزراء اعلن نواب الشعب بحكم الدستور انت خدت القرار ده ليه وتراجعت عليه ومن استفاد منه؟ لو بفرض زي ما قال احمد بن وكيل مفيش استفاده ماشي، طب انت خدته ليه ودلوقتي تراجعت عنه ليه؟ ويعني لازم نحاسب حد. لازم، انا متاكد ان في حد دلس على رئيس الوزراء واداله تقرير يخلي المساله يصدر به هذا القرار، ما تجيب المسؤول ما تجيب المستشار اللي قال لك اعمل القرار ده. لو تراجعت عنه النهارده قول لي بقى مين المستشار اللي قال لك، مين اللي قدم لك التقرير اللي خلاك خدت القرار ده؟ مش لازم حد يتحاسب، مفيش حد بيتحاسب في البلد. فمن غير محاسبه ومن غير شفافيه ومن غير مكاشفه حقيقيه ومن غير ما بعد ربنا ان الشعب يبقى رقيب على البرلمان ورقيب على الحكومة، لان الشعب مفروض بحكم الدستور هذا الشعب هو الشعب السيد في الوطن السيد، من غير الرقابة دي مش هتنصلح الاحوال. الشعب لازم يشوف، الشعب لازم يراقب، محدش بيخاف من في الدنيا في النظام ده كله ولا في اي نظام غير من الشعب، خد بالك بعد ربنا كلمة ونص. لو الشعب بقى رقيب وبقى شايف اللي بيحصل كله هيحترم هذا الشعب، لكن ايه المشكله ان هم مش عايزين يوصلوا الشعب المعلومات الكافيه، فعلا بيعملوا بس مباشر وكل حاجه بتتكرر. هل فكره التعديل الوزاري والتغيير الوزاري اللي احنا بنقعد نسمع عنها كمواطنين في الشارع دي؟ انا بقى اطالب بتغيير وزاري. اوعى بص انا عايز اقول لك حاجه، زهقنا تغيير وزاري. لو جبت احمد هيبقى زي الحاج احمد، ما لم تغير السياسات. انا بقول لك انا بثق في شريف اسماعيل، فالقضيه مش في شريف اسماعيل او احمد العدوي. القضيه ايه السياسات المطبقه وايه الانحيازات اللي انا اتكلمت عنها في الرد على بيان الحكومه. انت انحيازاتك ايه؟ انت منحاز لمين؟ منحاز للفقراء اللي بيطحنوا، ولا منحاز لرجال الاعمال، ولا مش منحاز لحد خالص، ولا انت ايه رؤيتك؟ ما هو انت لازم تكون عندك رؤيه ضبطاها فكره اصلا زي ما انا قلت كده، ثم بتحدد الرؤيه ديت لها انحيازات محدده. انا عايز اشوف
انا عايز احارب الفقر. طب هي دي مسؤوليه المهندس شريف اسماعيل؟ اه طبعا. هو بيجي طبعا يطبق رؤيه ولا بيجي يحط رؤيه؟ بيحط رؤيه، يحط رؤيه ويقدم برنامج للبرلمان، والبرلمان يديله الثقه بناء على البرنامج ده طبقا للدستور. لما تقدم البرنامج انا قريت كده لقيت كلام، ويعني في وزاره في برنامج الحكومه في التعليم، وتستمر الوزاره في كذا، وتستمر الوزاره في كذا، وكان الوزاره اصلا ناجحه جدا عبر ال 30 سنه اللي فاتت، فهنستمر في نفس النهج. هل انت جبت رؤيه لاصلاح منظومه التعليم، اصلاح منظومه الصحه مغايره عشان تقول وتستمر الوزاره في كذا وتستمر الوزاره، وتقعد تعدد لي كم مستشفى هتفتحها وكم مدرسه؟ يا عم اصلاح التعليم لازم له رؤيه مختلفه، لازم له افكار اخرى، لازم له خيال. خيال، المشكله في الخيال، مفيش سياسي من غير خيال هيقدر يتقدم لقدام. لازم يكون عندك خيال، تقول الحلول التقليديه دي زهقنا منها، جربناها اكتر من 35 سنه ولم تصفر الا عن خراب ثم خراب ثم خراب. مش ده اللي حصل ولا انا بدعي؟ طب تعالوا يا جماعه ندور على حلول اخرى غير الحلول التقليديه، نشوف بالظبط هنصلح التعليم ازاي، هنصلح الصحه ازاي، هنعمل ازاي. يعني قصه الدولار اللي جننونا عليها بقالهم سنه او سنتين، لايسين فيها رايحين شمال لغايه ما في الاخر وقعونا في التعويل اللي هو كان لا محاله ياخدوه، لا محاله، بسبب فشل سياساتهم، مش بسبب ان انا ملزم ان انا كنت اعومه. لو انت كنت عملت سياسات اقتصاديه منضبطه، كنت عملت ظبطت منظومه التجاره الخارجيه والداخليه، كنت ظبطت منظومه الاستثمار، ظبطت السياسات الماليه والسياسات النقديه اللي انت عمال تلعب فيها، 10,000 دولار ما يدخلوش، لا يدخلوا يخرجوا، الكريدت كارت ما اعرفش ما يسحبش قد ايه، كل ده لعب في واحد من اربع عجلات الاقتصاد بيتحرك عليهم، في ثلاث عجلات انت مش باصص لهم. انت عملت ايه في منظومه التجاره الداخليه؟ عملت ايه في منظومه التجاره الخارجيه؟ عملت فيها ايه؟ ما انت عندك 65 مليار انت بتستورد حاجات، وعندك 19 مليار انت بتصدر حاجات، يبقى انت عندك فارق قد ايه يا معلم؟ عندك 46 مليار. 46 مليار طول ما هم لسه موجودين 46 مليار الدولار يفضل يعلى. انت المفروض ما تقعدش تفكر في الدولار يعلى ولا ما يعلاش، قلل لي الهامش ده. دخل لي مليارات يقلل الفجوه ده، الدولار هينزل لوحده. ما تقعدش تقول لي 10,000 دولار يدخلوا ويخرجوا والافصاح ومش الافصاح، وتقعد تلعب في سعر الصرف وبعدين في الاخر تتكفي على وشك فتعمل تعويم. لا، صلح لي، قول لي هجيب ازاي الفجوه دي؟ هعمل ايه؟ هصدر زياده ازاي؟ على فكره التعويم ده المفروض يبقى برغم انه قرار ايجابي في التصدير، ايجابي في التصدير، عملت انت بيه ايه؟ الحاجه اللي انت كنت بتجيبها لو بتجيب القلم ده ثمنه جنيه مثلا، واخد بال حضرتك، من الصين، انت كنت بتكلفه هنا جنيه وريال، الان بعد زياده الدولار بقى القلم ده تكلفته قد ايه؟ هي جنيه وريال لجوه، بره بقى بره ب 2 جنيه. فخلاص ما تستوردوش بقى، صنعوا هنا بسرعه. صنعوا هنا بسرعه، هيبقى فيها مش ربح حلو، واخد بال حضرتك، وتصدر منه كمان وتجيب عمله صعبه. عملت كده؟ كنت مستعد لتعويم الجنيه بالقرارات ديت بقى، فتح طاقات التصدير وفتح المصانع واستغلال مبادره ال 200 مليار بتاع البنك المركزي اللي هي فايده 2.5% ديت عشان تفتح مصانع في كل حته. لم يستفيد على فكره من مبادره الرئيس بتاعه ال 200 مليار غير كفر شكر انه عملوا ثلاث مصانع، او القليوبيه تحديدا، لان عملنا 13 مصنع في القليوبيه. طب ما تعملها مشروع قومي، ما تمسكها كده تعملها مشروع قومي، هتشغل لك ملايين كده، ملايين الشباب، ومن غير ما الدوله تدفع جنيه. لا ارهقت مؤسسه الدوله، لا الشاب دفع فلوس ولا الدوله دفعت فلوس، انت خدت قرض، ولما عرفت تعمل دراسه جدوى مظبوطه تثبت يعني تكفل ان انت المنتج نفسه هتبيعه، يعني ضامن بيعه، يبقى هتعرف تسدد القرض، وبالتالي انت لا حملت الدوله ولا حملت المواطن ولا حملت اي حاجه، وشغلت لك في المصنع 200 شاب وفتاه. طب ما تعملهاش ضمن رؤيه صناعيه في كل قريه في مصر يبقى في مصنع بيشغل له 200 300 عيل ليه؟ ما قلتش ايه الحاجات اللي ينفع نصدرها ما تيجي نعمل بيها مصانع صغيره زي ما الصين عملت. دي الرؤيه اللي احنا بنتكلم عليها. انت لو عملت ده انت عمال تعمل قرارات تخبط الناس على دماغها دون ان تجد لهم بدائل ودون ان تحنوا عليهم زي ما قال بيان الجيش في 30 ما تيجي نحنوا على السينما شويه بعد الخناقات دي كلها. راجع اكيد ما اعتقدش ان المهرب الوحيد علشان تنفس عن نفسك انك ترجع بقى. والله بص اقول لك، الرجوع من عدمه بيتوقف على شويه مشاريع عندي في الدايره، من ضمن برضو الكلام اللي في الدايره. هقول لك حاجه عجيبه جدا. يعني انت عندك حكومه
غريبه جدا بتحترمك، يعني ما تروح لها بطلب بتحترمك وتجيبك وتعمل لك. انا بتكلم مثلا على المشروعات اللي هي المصالح العامه، عندنا كوبري، عندنا محطه معالجه صرف صحي، عندنا محطه ميه، عندنا غاز طبيعي، عندنا المشروعات العامه دي. موافقات ولا ناقص ورقه، نروح تروح الوزير المختص موافق، مفيش حد يقول لك لا. ولغايه اللحظه ديت انا بقالي تقريبا 9-8 شهور، ومن شهر خلاص بقينا 12 شهر اهو، سنه يعني، هذه الامور الورقيه مستهلكه مني انا كنائب سنه عشان تعمل مشروعات خدمه عامه انت واخد موافقاتها، فما بالك بقى باللي لسه عايز ياخد موافقات. فشوف المعوقات الاداريه والبيروقراطيه عامله ازاي، وتقول لي قانون الخدمه المدنيه عامل لي اصلاح اداري مؤسسي، لما اخد موافقه الوزير على الموضوع ده يبقى دارس الموضوع بالظبط، يبقى الفلوس موجوده، يبقى العجله تتحرك فورا. فرجوعي مرتبط بشويه مشروعات لازم اخلصهم، ما انا مش هقدر اعمل فن من غير ما وعدت بيه جماهيرنا في دايرتي اللي هم انتخبوني وهم جابوني في المكان ده عشان يمثلهم، ان انا احقق لهم شويه المشاريع اللي هي حقهم. رجعنا. طيب انا مش عايز ارجع للسينما، بس حضرتك هو راجع نائب خدمات، وكنا نائب الخدمات يا باشا. انا لا استطيع ولا يستطيع احد عنده دم ولا عنده ضمير ما يبقاش نائب خدمات. انا نائب تشريع ورقابه بحكم الدستور، ولكن لما تكون الدوله والحكومه قايمه بواجباتها تجاه المواطن انا هبقى نائب رقابه وتشريع. لكن لما تكون الدوله متخاذله في خدمه الناس، انت غصب عنك باعتبارك ممثل على الناس لازم تروح تتخانق، هتعمل ايه؟ ما هو يعني هتسيب الناس في خدماتها الاساسيه اللي متعلقه بحياتها زي الصرف الصحي او الميه ما ياخدوهاش، وتقول انا نائب رقابه وتشريع انا ماليش علاقه بالخدمات؟ لا، غصب عنك لازم تقول، لان انت في ناس راحت صوتت عليك واتخانقت عشان انت تنجح عشان تمثلها، فانت عندك مسؤوليه مباشره تجاه دايرتك. السينما برضه، السينما جميله وباذن الله اريحك وهرجع. لا انا سامع احمد فاروق عمال يقول لي في مشروع. احمد فاروق بيهزر. لا بجد. بص انا طول عمري عندي من ساعه ما اخر فيلم عملته كف القمر عندي تقريبا 50 مشروع. دايما انا لان انا سينمائي بطبعي فبتجيلي افكار كتير، وانا في قلب المعركه الانتخابيه اللي هي ما كانتش مدياني مثلا اي رفاهيه، كان بيجيلي افكار وبقعد اكتبها يعني على جنب كده، لازم اكتب الفكره واروح حاططها على جنب قبل ما تيجي وقتها. فعندي افكار كتيره وعندي مشروعات. انا متاكد ان عندك افكار. لا، في خطه للعوده، في حاجه وفي كلام وفي ناس. على الله نخلص. ما لازم ناخد خبر. انت عايز تاخد سبق ايا كان. ايا كان. خلاص انا راجع. لا ترجع بالسلامه. لا بجد، ايه اللي ممكن يدفعك انك ترجع؟ هل وكمان هل بقى وجودك في البرلمان عائق انك ترجع السينما؟ مش عائق قوي، بس في عائق على المستوى السياسي، على المستوى الادبي. لا ما فيش حاجه تمنع. كل على فكره 99.9 من اعضاء البرلمان بيشتغلوا شغلهم، اللي محامي محامي، والدكتور دكتور، واللي صاحب شركه صاحب شركه، كله شغال عادي جدا. انا الوحيد تقريبا في البرلمان اللي ما بيشتغلش، الوحيد اللي لا امارس مهنتي تقريبا يعني. طبعا باستثناء الناس اللي هم موظفين الدوله اللي واخدين اجازات التفرغ، واخدين التفرغ، دول ما بيشتغلوش زي حالاتي، لكن البرلمان كله بيشتغل. فلا، مفيش عائق قانوني يمنعني. مقصودش قانوني، في عائق ادبي، في عائق ادبي تجاه ابناء دايرتي، ان انا لازم اجيب لهم حقهم الاول، وباذن الله هجيب لهم حقهم قريب جدا وارجع اشتغل تاني. شرفتنا يا ريس ونورتنا استاذ خالد يوسف النائب والمخرج، لك كل الشكر والتقدير على وجودك معانا. شكرا.